السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب. بلا ما نساو خوتنا اللي في الغربه، متاسفين على الغياب الطويل نوعا ما. مجموعه من المواضيع اللي طرقت في هذا الاسبوع راح نتكلموا على موضوع رياض محرز. قبل ما نتكلموا على موضوع رياض محرز، كخبر حصري وخبر جديد من مصدر الماركا الاسبانيه، من صحيفه الماركا الاسبانيه، تكلمت انه نجم المنتخب الفرنسي ولا نجم الجزائر الاصل زين زيدان مدرب ريال مدريد، انه اقترح مجموعه من الاسماء لمرافقه سيرجيو راموس في الدفاع. من بين هذه الاسماء هو اللاعب الدولي الجزائري عيسى ماندي، كخبر حصري وخبر جديد. اذا عيسى ماندي يدخل مفكره نادي ريال مدريد بطلب من زين الدين زيدان حسب صحيفة الماركا الإسبانية. ندخل موضوع اليوم خوتي، موضوع اليوم كما طرقنا في البداية، رياض محرز لما يعني غوارديولا فضل انه رياض محرز يكون لاعب احتياطي. احنا نعرفوا باللي غوارديولا بعد ما تألق محرز في المقابلات العديدة خاصة في الموسم هذا، قرر انه اي مقابله يتالق فيها محرز لازم تكون المقابله اللي بعدها احتياطي. المقابله هذه كما كعاده يعني غوارديولا، محرز لعب احتياطي، لكن الشيء الغريب انه محرز لما دخل الاحتياطي سجل واسكت غوارديولا ورد بطريقته على المدرب العنصري الصهيوني بيب غوارديولا. لما رد عليه بالميدان بهدف رائع ضد بيرني، لعب ربع ساعة أو نقولوا ربع ساعة، ما نقولوش أقل من ربع ساعة، نقولوا ربع ساعة، لعب 15 دقيقة سجل هدف، دخل بين أثبت أنه سجل هدف وأثبت أنه لاعب كبير. السترلينغ مقابلتين أو ثلاثة كان خارج إطار بصح، لكن دائما يلعب أساسي. نفس الشيء برناردو سيلفا يلعب دائما أساسي. الآن ما مصير رياض محرز؟ هذا هو السؤال ولا المحور الرئيسي لموضوعنا. ما هو مصير رياض محرز؟ مصير رياض محرز هو مصير واحد وواحد، هو الرحيل. إلى متى يبقى لاعب يثبت من مقابلة إلى أخرى أنه لاعب كبير من طينة الكبار محتل المرتبة العاشرة عالميا، يبقى دائما حبيس دكة الاحتياط؟ بل اللاعب المدلل لغوارديولا هو سيرلينغ، في الترتيب يجي بعد رياض محرز، واللي يلعب احتياطي يجي مرتبة العاشرة. هنا تعرف باللي رياض محرز هو ضحية مدرب عنصري بامتياز، مدرب صهيوني بامتياز. الآن رياض محرز لما يحصل غوارديولا يستنجد به، اذا ماذا يسمى رياض محرز في قاموس غوارديولا؟ المنقذ. مادام هذا اللاعب هو المنقذ، في المقابله الاخيره لعب ضد بيرلي في الموسم الماضي وسجل هدف ولا اروع، وهدف وتم تمريره وهدف في نفس الوقت اللي خلات مانشستر سيتي تاخذ الدوري الانجليزي ولا تنال بطوله الانجليزيه. الان راح يكون الديربي بين مان يونايتد الشياطين الحمر ومان سيتي، الديربي يا غوارديولا يا عنصري يا صهيوني، ما تجيش تدخل رياض محرز لانك انت اصلا ضد رياض محرز. على الرغم اني عندي قناعه خاصه انه رياض محرز كمنقذ فقط، بصح ما نديرش فيه الثقه كامله. ماذا بيا يلعب السرينج؟ هذا تفكير غوارديولا، السيرلينغ الابن المدلل وبرناردو سيلفا، يعني لوبي او تحالف مجموعه معينه بينها غوارديولا مع اسبان ومع الانجليز، خاصه محاباه للانجليز من بينهم سيرلينغ، باش يرضاو عليه الانجليز والصحافه الانجليزيه، لان الصحافه الانجليزيه صحافه قويه وعندها ثقل كبير في اوروبا، خاصه الصحافه الرياضيه. اذا باش نتفاهموا خاوتي، لا حاجه، نقطه واحده، قضيه باش نغلى نفتح قوس، تصويت نتاع اللي صوتوا ضد رياض محرز الجزائري والصحافي الجزائري اللي صوت ضد رياض محرز
ناس درتها فيلم وكبرتها وكذا. انا بالنسبه لي امر عادي عادي، امر عادي جدا. لو كان اي واحد غير يزيد وهيب من الصحافه الجزائريه، حاشا البعض، باش ما نجبلوش الناس كلها، حاشا البعض، رايحين يديروا نفس الشيء اللي داروا يزيد وهيب، ما يصوتوش ضد، ما يصوتوش معاه، صوتوا ضده. انا جبت لكم سابقا الادله وتكلمت لكم وقلت لكم كاين صحفي يخدم حتى في الاتحاديه والذراع الايمن لزاتشي، كان يضحك على محرز بطريقه صبيانيه، بطريقه فيها نوع من الاذلال، اذلال للاعب مثل رياض محرز والاستهزاء بشخص رياض محرز وليس بمستوى رياض محرز. لكن ولا حاجه صرات، ما صرات ني ضجه ني والو، ما صرا والو، وحاجه ما صرات. وبما بالعكس القناة هذه اللي يخدم فيها دائما تهاجم وتسب في اللاعبين عادي عادي، خاصة في الكاراز وماجر، ما تسبش ماجر وما تسبش الكاراز، بصح تهاجم شكون اللاعبين من بينهم رياض محرز، لأن الكاراز جابو زاتشي ما نقدروش نهضرو، ماجر جابو زاتشي ما نقدروش نهضرو، بصح نسبو محرز ونسبو اللاعبين. إذا يعني باش الناس بركة باش نعمل القوس عادي، أنا يزيد وهيب يسب ما يفوتيش على محرز ولا امور عادي. كانوا صحفيين سبوا محرز مش ما صوتوش، سبوا رياض محرز، واليوم يخدموا مع الاتحاديه ويبينوا في رواحهم مع الاتحاديه ويصوروا ودائما زعما في التربصات ويحضروا ندوات صحفيه ويسافروا لافريقيا وكذا، وهما اصلا سبوا محرز مش ما صوتوش، سبوا رياض محرز. اذا عادي امور هذه عادي من الصحافة نتاعنا، عادي جدا عادي، صوت على ماني وصلاح وفلان وفلان وزيد وعمر وما نفوتيش على محرز، عادي عادي. مي بصح على بالي كاينة حاجة برك، أنا متيقن يقينا مش متأكد يقينا باللي يكون جا رياض محرز خريج نادي لاماسيا يكون كلام آخر، مي لكن كي عاد خريج مدرسة فرنسية ولا لاعب مغترب بين قوسين مكروه، إذا الله يسهل عليه من يتحرق، الله يسهل ما نفوتيش عليه. هذه القاعدة اللي جابوها لنا، يفرقوا بين لاعب ولاعب، اللي جاي من ليه مش جزائري أما اللي مولود هنا ويلعب هنا وخريج بطولة الكوكايين والغبرة أحسن لاعب ولازم نكسبوا عليه باش نرضيو حبيبنا زاتشي. هذه قاعدة يعرفها العام والخاص. نغلقوا القوس خاوتي. إذا ما يهمناش في التصويت كما قلت، رياض محرز مقبل على مقابلة ديربي عالمي، ديربي مان يونايتد ومان سيتي. اذا غوارديولا وفي بعدته السيئه وبالظلم والحقره نتاعو. الان غوارديولا اصبح في موقف محرج بعد ما تالق محرز، قالوا سيرلينغ اوت وبرناردو سيلفا اوت، صاني مصاب، اذا لا خيار اخر الا رياض محرز، لا خيار اخر الا رياض محرز، رغم اني عندي شك داخل وقناعه شخصيه باللي راح يكون رياض محرز احتياطي بدرجه اقل، راح يلعب اساسي يبدا من البدايه، اغلب الظن راح يكون احتياطي. بسبب ماذا؟ بسبب محاباه سيرلينغ وبرناردو سيلفو برناردو عفوا سيلفا، اللوبي البرتغالي الاسباني الانجليزي ضد رياض محرز اللي اثبت علو الكعب تاعو، علو الكعب تاعو. كاين ناس تسالني تقول لي يا رياض محرز يجب الرحيل وين الانديه اللي مليحه عليها؟ بالنسبه لي الرحيل قلنا خلاص امر محسوم، الرحيل ما فيهش دوران، خلاص ما بقاش يفكر، خلاص الرحيل فيها فيها، ميركاتو شتوي فيها فيها. الان نوادي اللي يبغيها محرز ولا اللي حابه تبغي هي تجيب محرز، نوادي اوروبيه كنت تقول لها هاكي محرز، تقول لك هاتو ابداها، ما عدا ليفربول ممكن من ناحيه اللاعبين عندهم الزاد البشري، من غير ليفربول تشيلسي مان يونايتد ارسنال توتنهام تروح لاسبانيا لاتليتيكو مدريد ريال مدريد، تروح لايطالي الانتر جوفنتيس باريس سان جيرمان في فرنسا، مالغري يعني رغم انه دي ماريا يلعب في البوست نتاع محرز ومتعلق، يعني ما كانش نادي يرفض رياض محرز. الان وياه النادي اللي يخرج عليه ولا البروفيل اللي يخرج عليه، انا بالنسبه لي قلتها ونعاودها، صحيح انه ايطاليا فيها خشونه نوعا ما وفيها تكتيك الدفاعي والانضباط التكتيكي والاندفاع البدني نوعا ما في الدفاع،
لكن انا بالنسبه ليا نشوفه في جوفنتيس. علاه دائما نقول جوفنتيس؟ جوفنتيس يخصه بعد كريستيانو رونالدو يعني لاعب متالق، يخصه واحد فنان في لي باس، عنده لي باس ديسيزيف يعني كرات الحاسمه دقيقه، بخلاف يعني اللاعب الارجنتيني تاعهم واسمه راح لي ديبالا، فكرته ديبالا ناقص نوعا ما في التمريرات الدقيقه، محرز يعطيها لك وهو مغمض عينيه، بروفيل يحتاجوه، هذا البروفيل مطلوب جدا خاصه في نادي يوفنتوس، مطلوب جدا. لو غير يقولوا مان سيتي ما نحتاجوش محرز، شوفوا يوفنتوس واش دير عليه. ايضا ريال مدريد عنده مشكله مع غارث بيل، هذا مزوز نوادي بالنسبه لي الاقرب للظفر برياض محرز، وبالنسبه لي من الاحسن يكون يوفنتوس وبدرجه اقل ريال مدريد، هذم اللي يخرجوا على محرز، وبربي ان شاء الله نشوفوه في هذا من النوادي الاثنين سواء ريال مدريد او يوفنتوس، لان هذا من النوادي ما بيكون عنده تاريخ وعراقه وما عندهمش مدربين عنصريين. صاري مدرب محترم، مدرب مستوى عالي، كفاءه عاليه، ما يحقرش اللاعبين عنده الا المردود. ايضا زين دي زيدان ايضا ما يحقرش اللاعبين ويعترف الا بالمردود، لكن نعرفوا غوارديولا ما يعترفش بالمردود، يعترف بالمحاباه للانجليز واللوبي الاسباني البرتغالي والعنصريه ضد اللاعبين الافارقه وهو كعادته يعني عاده تاعو هذه دائما ضد اللاعبين الافارقه. اذا بالمختصر مفيد خبتي، ان شاء الله نشوفوا رياض محرز في نادي كبير، نادي اللي يليق برياض محرز، نادي اللي يحترم رياض محرز، ان رياض محرز فهو غير محترم في نادي مان سيتي. بسبب ماذا؟ بسبب المدرب الجهوي العنصري الصهيوني بيب غوارديولا، صراحه لانه المدرب هذا اثبت خلاص، ما بقاش دروك تشك ولا تقول لا مازال محرز ما قدمش الاضافه ولا جابوا باش يشوفوا ملي خلاص صاي خلاص. النوايا بانت بيب غوارديولا جابوك، قلتها ونعاودها المره مليار، جابوك محفز ولا كحافز لتالق سيرلينغ وتالق لاعبين اخرين، خاصه سيرلينغ رحيم سيرلينغ باش يرضي ليزونغلي. اذا تمناو لاعب دولي جزائري رياض محرز مزيد من التالق في نادي باذن الله تعالى، نادي كبير في اوروبا ان شاء الله في الميركاتو الشتوي. في الاخير ختم ملاقاتنا مع مجد بن فيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.